السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين في كل مكان، مشاهدي قناة الصحة والجمال، أجمل المنصات في الإعلام المصري. تاني بنطل عليكم وبرنامج قرآن يمشي. قرآن يمشي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واللي دايما بنأكد فيه على ثلاث محاور رئيسية: تنوير التفكير، تنوير السلوك، تنوير المعاملات. إزاي نتغير من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وضيفي الدائم الرائع فضيلة الدكتور العلامة الدكتور مجدي الشريف، المشرف على لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة المكرمة، واللي النهاردة بيكلمنا وحلقة بعنوان وبذلك فبذلك فليفرحوا. هنتعلم نفرح إزاي النهاردة ونغير حياتنا كلها. واسمحوا لنا نبدأ النهاردة بداية جميلة، وسامحونا احنا يعني بنطل عليكم، الوقت كان اتأخر علينا شوية، ولكن احنا كنا مصممين ان احنا نسهر معاكم النهاردة ونفرح معاكم النهاردة. وخلونا ناخد في بداية الحلقة الهدية الجميلة من كتاب الدين الحق، وكتاب الدين الحق والأدلة القاطعة من إنتاج الدكتور مجدي الشريف. الحقيقة ما فيش حد قرأ هذا الكتاب إلا وفرح وسعد وقلبه انشرح. دكتور مجدي أهلا وسهلا بحضرتك. الله يرضى عليك. ودايما بتطل علينا بهذه الطلة الجميلة الرائعة عشان نتعلم من حضرتك. ونشوف بعض الأمور بمنظور مختلف جميل. رائع. وناخد نقتبس من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة وحضرتك بتقول الهدية من كتاب الدين الحق: سيريكم آياته فتعرفونه. الله. يعني أرجو إلقاء الضوء على هذه الآية الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وعد مجيد من الله عز وجل، رحمة من الله لكل العباد لكل الأمم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. هذا وعد مجيد من الله عز وجل، أن هذا القرآن المجيد الذي نقرأه بأعيننا سوف نرى تحقق آياته بأعيننا. لا يمكن أن يوجد نبأ في كتاب الله إلا ونرى تحققه بأعيننا. دي يعني من البشريات الجميلة من فضل الله. الأنبياء قبل خاتم الأنبياء والمرسلين كانوا يقولون الكلام ثم يعطون المثال، لكن الله أراد أن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم جعل الله تبارك وتعالى رسالته كل ما يخبر به يراه الناس بأعينهم. الله أكبر. نعم، لا يوجد أبدا نبأ في كتاب الله إلا وله تحقق ولو بعد حين. ده هيخليني أبدأ مع حضرتك وإحنا بنتكلم في تنوير التفكير. ازاي نطور افكارنا، ازاي نغير افكارنا، ازاي نظراتنا تبقى مختلفه. نعم. ونشوف الامور بشكل في شيء من الروعه يعني. نعم. وفي اسقاط على الدين. ازاي النهارده اشوف هذا التطور والنهضه العمرانيه الكبيره جدا جدا دي بمنظور اسلامي؟ كيف نضيف في هذا الامر الجميل؟ الناس يرون النهضه العمرانيه في عصرنا الحديث انها نعمه عظيمه من الله، وهذا صحيح. نعم. هي نعمه عظيمه من الله، ونرى هذه النهضة العمرانية أنها تطور حضاري هائل، وهذا أيضا صحيح. نعم، هو تطور حضاري هائل. ونرى هذا التطور العمراني وهذه النهضة العمرانية عبارة عن اقتصاد قوي. نعم. وأموال ضخمة، أيضا هذا صحيح. يضاف إلى ذلك أن المؤمن يرى هذه النهضة العمرانية أنها تنبيه جميل، تنبيه رائع، تنبيه واضح للاستعداد للقاء الله. كيف يا دكتور؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا في الحديث أن من أمارات يوم القيامة أن يتطاول الناس في البنيان، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا هيجي يوم من الأيام هتلاقوا أبراج ضخمة، المباني عالية جدا. هذه الأبراج علشان المؤمن لما يشوف نعم ربنا بتزيد ويشوف علامات القيامة بتكتر يتقرب من الله أكتر. الله. يحب الناس أكتر، ينفي الأذى أكتر. ليه؟ أيام قليلة، تنبيه واضح، وهنقابل رب كريم. نعم. هنقابل رب كريم. فالمؤمن يضيف هذه الإضافة الجميلة إضافة إلى إني شايف النهضة العمرانية عبارة عن تطور حضاري هائل، هذا جميل. وإضافة إلى أني شايف أن هذه النهضة العمرانية نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا جيد.
وإضافة إلى أن هذا التطور وهذه النهضة العمرانية عبارة عن أموال ضخمة، هذا أيضا جيد. أضيف لنفسي هذه الإضافة الجميلة أنه تنبيه مهم للاستعداد للقاء الله. الله الله، كيف يتنور تفكيري بهذا؟ بنور الوحي. نعم، أنذركم بالوحي، هذا التنور للتفكير بوحي الله عز وجل من القرآن والسنة. يبقى أنا لازم يعني زي ما حضرتك ذكرت كده أنه اللفظة اللي جت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التطور الرائع والرهيب في البنيان، إذا رأيتم الناس يتطورون في البنيان، يبقى دوت على طول إنذار لكل الناس. مش إنذار، هذا تنبيه جميل، نعم عظيمة، تنبيه تنبهنا أن نشكر الله عز وجل. نشكر الله، نعم، قربنا، نعم، فنشكر ربنا كل تنبيه رائع. نعم نعم. طب وإحنا بنتكلم بقى في تنوير السلوك. تمام، إن شاء الله ربنا يكرمنا في كل حلقة نأخذ في تنوير التفكير وفي تنوير السلوك وفي تنوير المعاملات. اليوم بإذن الله في تنوير السلوك. نعم. أمر مهم جدا، النظافة مما نراه ومما لا نراه. نعم. كثير من الناس يأتي مثلا من خارج ويدخل بيته وهو نظيف وملابسه نظيفة، فلا يرى ضرورة أن مثلا يتوضأ أو يغسل يديه قبل الطعام أو لا. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بورخ في طعام غسل قبله وبعده؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ الحديث في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، إلا إن كان الإنسان عنده يعني عذر يتعذر عليه إن هو يعني يجدد الوضوء، لا حرج إنه يصلي ولكن من السنة تجديد الوضوء مع كل صلاة. لماذا؟ لأن النظافة ليس مما نراه وفقط، لا، أيضا مما لا نراه. يعني ده تأكيد يا دكتور على أنه لو أنا قناعاتي بأني أنا ما عنديش سبب يخليني يعني أتطهر وأتوضأ، لا، الإسلام بيحص وحديث النبي بيحص على أن الإنسان يزيد من هذه النظافة، لأنه في حاجات أنا ممكن أكون مش شايف. الآن رأينا بأعيننا أن هناك بكتيريا وفيروسات تتراكم على الأماكن المكشوفة من جسم الإنسان، وتظل البكتيريا أو الفيروسات، منها من يمكث 16 ساعة يحاول أن ينفذ، لأن الجلد منفذ من منافذ الفيروسات، تتراكم على الجلد. نعم. وتحاول أنها تتراكم. فبهذا الوضوء الله أكبر يتخلص الإنسان من كل هذه المشكلة. معنا أم ياسر من الجيزة، أهلا وسهلا، عايزة تشارك معنا، تسمح لنا؟ تفضل يا دكتور. أهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكبر خاطرك ويحفظك. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله في نعمه والله، اتفضلي. ازي حضرتك يا شيخنا؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا بيك يا فرد. الو، احنا سامعين حضرتك، اتفضلي. الو، اتفضلي حضرتك، احنا سامعينك. يمكن طيب دكتور الحبيب. طيب كده هنروح بقى، واحنا كلمنا على تنوير التفكير، نعم، وتنوير السلوك، نعم، نروح على تنوير المعاملات. نعم، هذا الامر المهم اللي حضرتك تفضلت مشكور، قلت لابد ياخذ معظم، نعم، الوقت في حلقه. نعم. اول المعاملات في هذا المجتمع الصغير معامله الزوج لزوجته ومعامله الزوجه لزوجها. ده موضوع مهم جدا يا دكتور. نعم. ان احنا نتطرق ليه. نعم. اللي هو ازاي نطور افكارنا ونغير افكارنا. نعم. في تناول مثل هذه المواضيع المهمه. نعم. موضوع البيت. نعم. وما يدور فيه وحوله. نعم نعم، نراجع افكارنا. ايوه، لان الحديث يقول لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم، ارجع اعمل على السنه، وايه كمان؟ لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. خلينا نراجع نفسنا على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما هنقرب من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في معاملة الزوج لزوجته ومعاملة الزوجة لزوجها، كلما اقتربنا من الرحمة وكلما اقتربنا من السعادة في الدنيا والآخرة. كيف يتعامل الزوج مع زوجته؟ كيف يتعامل الزوج مع زوجته؟ ملخص قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله. الله، سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. عندما قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء، يعني يقومون على سعادتهن، يقومون على راحتهن. طب على راحتهن؟ نعم. أكمل مع حضرتك فيها، ولكن معايا مداخلة الأستاذ عبد الغفار. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عبد الغفار.
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو إن حضرتك توطي صوت التلفزيون وكلمنا من التليفون من فضلك. وطيت صوت التلفزيون على الآخر. اتفضل. وبكلم حضرتك من التليفون. بداية طبعا سلامي للدكتور مجدي الشريف. أهلا وسهلا. اللي وحشني من يوم العيد لحد النهاردة. أهلا وسهلا. وهذه الطلة الجميلة والوجه المشرق أسأل الله أن يجعله دائما نظرا بذكر الله عز وجل أن يرفع قدره. يعني هذا الكتاب الماتع يعني الذي تعلمنا منه الكثير والكثير والكثير. يعني صارين وتأخرت علينا، ولكن حتى لو تأخرت قرونا وليست دقائق يعني في شوق لرؤياكم ولاستماع كلامكم والتقديم الجميل والكلام المميز للإعلام المميز دكتور طارق درويش. أسأل الله أن يزيده من فضله. حبيت بس يعني أتشرف بالمداخلة معاكم. الله يحفظك. ومش عايز أضيع وقتكم ونستمع يعني إلى الكلمات الجميلة. الله يحفظك. الرقراقة من الدكتور مجدي. وأسأل الله لكم التوفيق والسلام دائما. المربي الفاضل فضيلة الشيخ عبد الغفار من بسوس، واللي الحقيقة دكتور مجدي بنسعد بوجودنا عنده في أكاديمية طيور الجنة تقريبا بتاعته. نعم. تقريبا من أفضل وأرقى الأكاديميات اللي قائمة على تربية الأولاد ما شاء الله. المصريين الجمال الوسطية الرائعة عند فضيلة الشيخ عبد الغفار، وحب ما بعده حب من أهل بسوس كلها لهذا الرجل لما يقدمه من يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد. الله. أسأل الله العظيم يا رب أنه يديم عليه الصحة ويربي له أولاده ويكبر خاطره في معلماته وفي هذه الدار الجميلة. آمين يا رب. آمين. برجع مع حضرتك تاني وإحنا بنتكلم على معاملة الزوج لزوجته. نعم. وبعدين نروح لمعاملة الزوجة لزوجته. نعم. بقدر ما يقوم الزوج على سعادة أهله وعلى راحة أهله بقدر ما يكون له القدر عند الله سبحانه وتعالى. الله. وعندما نزل قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله. سبب نزول الآية يعني من يتق الله في زوجته. صحيح ليست العبرة بخصوص السبب، مظبوط، وإن العبرة بعموم اللفظ، هذا كلام مظبوط. من يتق الله في زوجته. ولكن المؤمن عندما يأخذ بعموم اللفظ لا ينسى خصوص السبب. من يتقي الله. نعم. يجعل له مخرجا. الذي يتقي الله في زوجته الله يجعل له مخرجا. الله أكبر. ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله ما شاء الله. ويجعل له من أمره يسرا. معناها بقدر ما يقوم الرجل على سعادة أهله وعلى راحتهن بقدر ما يكون له القيمة عند الله. حتى في ظل هذه الظروف الصعبة اللي بتمر على نعم. يعني شعبنا الجميل الطيب في مصر وفي الوطن العربي، الظروف الصعبة دي كلها نعم. بتنصح برضو الرجال بالكلمة الطيبة يجتهدوا يعني. نعم. نعم نعم بالكلمة الطيبة. كلمة طيب. نعم والابتسامة الجميلة. نعم إن الرجل إذا نظر إلى أهله نظرة رحمة تبشبش الله إليه وأنزل عليهم رحمته، وإن الزوجة إذا نظرت لزوجها نظرة رحمة تبشبش الله إليها وأنزل عليهم رحمته. ناخد طيب. دكتور أم يوسف من الجيزة. طيب. وارجع لحضرتك تاني سامح. طيب. أختنا بنتنا أم يوسف اتفضلي. السلام عليكم. مرحبا عليك. السلام ورحمة الله. شيخ مجدي. أهلا مع وسهل. حضرتك. بعد إذن حضرتك. سامعك الشيخ مجدي اتفضلي. في حاجتين بس عايز أسألك. اتفضلي. أولا الفرق بين رجل العلم ورجل الدين. نعم. الفرق ما بين رجل العلم ورجل الدين. الفرق بين رجل العلم ورجل الدين. حاضر. أيوة. حاضر. السؤال الثاني التنكيس في الصلاة، بس عايزة توضيح شامل يعني. تنكيس الصلاة. حاضر. طيب حاضر. حاضر يا أم يوسف. حاضر. حاضر. دكتور فرق بين رجل العلم ورجل الدين. طيب هذا قبل ما نقول كيف تعامل الزوجة زوجها. نعم. طيب الشيء الجميل جدا 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 جدا
إن طول عمر البشرية تقول هذا رجل العلم وهذا رجل الدين. لماذا؟ لأن العلوم لم تكن قد اكتملت من قبل، فكان رجل العلم ورجل الدين ربما يكون بينهم اختلاف. أما رحمة الله عز وجل في عصرنا الحديث، جعل الله من رحمته كل رجل علم يكون من رجال الدين، وكل رجل دين يكون من رجال العلم. بمعنى لا يمكن أبدا في عصرنا الحديث، في هذه النهضة الحضارية العلمية الجميلة، لا يمكن أبدا أن يوجد اختلاف بين العلم والدين أبدا. حتى الآن أصبح كل العلماء يعلنون بروسر تي في إني برسان، يعلن لكل الدنيا ويقول إن الدين من شأنه أن يقود العلم قيادة ناجحة. بروفيسور مارشال جونسون أكبر أطباء العالم في علوم النسب يعلن لكل الدنيا ويقول لا يمكن أن نصف هذه المضغة وصفا علميا إلا بما وصفه الله في القرآن من مضغة مخلقة وغير مخلقة. بمعنى في عصرنا الحديث رحمة من الله أنه لا يمكن أن يوجد علم صحيح ويختلف مع الدين الصحيح أبدا. العلم الصحيح يتفق مع الدين الصحيح يعني، ولذلك بالعلم الصحيح يمكن أن يعني تتهاوى المغالطات التي دخلت يعني فيه. يعني دكتور، ينفع أقول إنه كل رجل دين يجب أن يتصف بالعلم؟ نعم. وإنه كل رجل علم يجب أن يتصف بالدين؟ هكذا يعني كل علماء العالم في كافة فروع العلم الآن اتفقوا مع أمر الله. البروفيسور موريس بوكاي قال كلمة جميلة، قام بهذه الموسوعة الجميلة في دراسة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم الحديث، حتى يصل بالعالم، كل العالم يصل بها أنه لا يمكن أن يختلف الدين الصحيح هو دين الله عز وجل الذي تكفل الله بحفظه، لا يمكن أن يختلف معه العلم الصحيح أبدا. هناخد بقى موضوع انتكاس الصلاة، بس اسمح لي ناخد مكالمة من الجزائر. طيب، ام ياسر من الجزائر. الو، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا باهلنا في الجزائر. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك دكتورنا طارق، عامل ايه؟ مرحبا، اهلا وسهلا، ان شاء الله بقى تكونوا كويسين. مرحبا. ازي حضراتكم فضيله شيخنا الشيخ مجدي. اهلا وسهلا. والله شرف لنا التواصل مع حضراتكم بقى، وانتم على راسنا بقى، وربنا ان شاء الله استخدمكم في خدمة الإسلام والدين. وجزاكم الله عنا كل خير. والله شرف لينا نكون تحت لواء حضراتكم بقى. شكرا. ومشكورين والله، ما نقدرش نشكر حضراتكم بقى، مش عارفين أي كلمة يعني نقولها عشان نشكركم بقى بيها والله. جزاكم الله على كل المجهودات الجبارة دي، فجزاكم الله عنا خير الجزاء وخير الأجر وخير الثواب، وجعل إن شاء الله مكانكم جنة الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء والنبيين. شكرا جزيلا أختنا أم ياسر من الجزائر. هل في سؤال؟ خلاص، شكرا، ربنا يحفظك. تفضل. التنكيس في الصلاة، موضوع تنكيس الصلاة يا دكتورة. كثير من الناس يرى أنه مثلا عندما يقرأ في أول سورة عامة، فيقرأ مثلا من منتصف السورة يقول مثلا إن المتقين مفازا حدائق، وبعدين يبدأ في الركعة التي بعدها بعد ما قرأ النصف الأخير من السورة يبدأ يقول مثلا عما يتساءلون، يجيب في الركعة الثانية يجيب الجزء الأولاني من السورة. الجزء الأولاني من السورة. فكثير من العلماء قال إن التنكيس في نفس السورة، يعني في نفس السورة، في نفس السورة. لكن بعض العلماء قالوا إن إذا قرأت في سورة مثلا في سورة عامة، ثم في الركعة الثانية قرأت مثلا من سورة الأنعام في سورة أخرى، هذا ليس بتنكيس. هذا ليس بتنكيس، ليس بتنكيس. يعني ترتيب السور. كثير من الناس يظن أن قراءة سورة ثم في الركعة التي بعدها يقرأ سورة قبلها هذا تنكيس. هذا ليس بتنكيس، ولكن التنكيس هو أن يقرأ في سورة واحدة مثلا في سورة عامة، يبدأ في الركعة الأولى يقول مثلا إن المتقين مفازة حدائق، نعم، وبعدين في الركعة الثانية يقول عما يتساءلون، يذهب الأول السورة مرة. هذا العلماء يعني كرهوه وقالوا، نعم، يعني إيه.
ولكن لا يبطل الصلاة. لا يبطل الصلاة. لا يبطل الصلاة. طيب ربنا يحفظك، وده كانت إجابة على أختنا أم يوسف من الجيزة. نعم. ربنا يبارك فيك. كيف تعامل المرأة زوجها؟ إحنا خلصنا خلاص. إزاي الرجل يعامل زوجته؟ الزوج يدخل بيته بسلام. نعم. رجل دخل بيته بسلام، هذا ضامن على الله، ويكون سبب في سعادة أهله، سبب في راحته، في راحتهن. ويقوم الرجال قوامون على النساء، يعني يقومون على خدمتهن ويقومون على راحتهن ويقومون على سعادتهن. وبقدر ما يقوم بهذا الخير بقدر ما يكون له القيمة عند الله. خيركم خيركم لأهله، الدرجة عند الله بدرجة القيام على راحة أهله. يعني مش خيركم أفضلكم حفظا، مش خيركم 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 لأهلي، خيركم لأهلي. نعم. خيرية في أن الواحد يبقى قريب من أهله. نعم. أما كيف تعامل المرأة زوجها؟ كلمتين اثنين. نساؤكم من أهل الجنة الودود العؤود على زوجها. سبحان الله، كلمتين اثنين. أيوة كلمتين اثنين. نساؤكم من أهل الجنة. ناخد بقى نساء أهل الجنة، بس اسمح لي عندي مكالمة تانية من الجزائر الدكتور. طيب. ومش عايزين نزعل أهلنا في الجزائر. أهلا وسهلا أم ياسر من الجزائر، اتفضلي. شيخنا كنت عايزة أسأل عن تعدد الزوجات بالنسبة للنساء في زميلاتي هنا في الجزائر، ونحن نتكلم عن الموضوع ده بقى. بتقول لك أنا لو زوجي يكون عايز يتجوز عني تاني بقى، برفض النقطة دي وأطلب الطلاق وأقول له خلاص. فقلت لهم يعني نحن فين من السيدة عائشة ومن أمهات المؤمنين بقى، فإن شاء الله أرجو من فضيلة الشيخ يديني كلام إزاي أقنع النساء دول عشان. طيب حاضر، وصل السؤال. تتحدث تمام. عن موضوع تعدد الزوجات. نعم. وإنها تجد صعوبة في إقناع أخواتها الجزائريات في موضوع التعدد. نعم. ده مش في الجزائر بس. تمام. يعني في مصر وفي كل حته. نعم. في صعوبة إن إحنا نقنع. نعم. نعم. نساؤكم من أهل الجنة الودود العؤود على زوجها. نعم. الودود أرجو أن نحفظ يعني معناها باللغة المصرية. الودود تساوي الفرفوشة. الزوجة الفرفوشة. فرفوشة. نعم. يعني تملأ البيت بهجة. نعم. تحول النكد إلى سرور. دي مهمة قوي يا دكتور، دي عايزين نتكلم فيها شوية. إزاي نقدر نحول النكد في البيت لسرور؟ تمام. قوله صلى الله عليه وسلم العؤود على زوجها في كتاب لسان العرب، كلمة العؤود لها خمس معاني. نعم. خمس معاني. المعنى الأول المحب لزوجها، المطيع لزوجها، سكن له، دواء له، مسامحة له. الله أكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام فسر قال التي إذا أغضبت أو أسيء إليها، يعني مزعلينها وغلطانين فيها، جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذه المرأة التي تجعل راحة زوجها، رضاء زوجها هدفا لها، نية لها، مقصود لها، نيتها مقصودها، هدفها إن هي تراضي زوجها، الله تبارك وتعالى يكتبها من أهل الجنة. بعد ما حتى لو كان يعني أغضبت وأسيء إليها. التي إذا أغضبت أو أسيء إليها. يعني أنت جيت مثلا من 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 خارج العمل، ولأن جعل اختبار الرجال في كدهم وجعل اختبار النساء في انتظارهن. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني هذا الانتظار للمرأة. لذلك من هذه النقطة الجميلة الانتظار من أعظم الأشياء اللي بيرهق النساء، الانتظار. طب إذن ماذا نفعل؟ ولذلك يعني تنتظر المرأة ويكون هناك تعدد أكيد يكون مضر طبعا، فسم الضر. ماذا يفعل؟ ماذا نفعل؟ هنتكلم عن التعدد دكتور. نعم. الانشغال. طب يا دكتور هنتكلم عن التعدد. ام عمرو من امبابة على التليفون. طيب ونخش عشان ناخد راحتي معاك في الكلام. اختنا ام عمرو اتفضلي. طيب شكرا جزيلا لك. الانشغال
كان النبي صلى الله عليه وسلم يشغل أصحابه فيما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. قلة الانشغال وقلة شغل الأوقات مع الله عز وجل يرهق الإنسان. فلذلك طوبى لمن شغله ذكر الله عز وجل، طوبى لمن انشغل بحلاوة قربه من الله. لذلك الانتظار مع الفراغ يولد النكد. إذن كيف يزول النكد؟ تشغل الانتظار بالمفيد، بذكر الله عز وجل. طب مين يقوم مين يعمل كده دكتور؟ تمام، الترغيب ومعرفة فضائل ومنافع ذكر الله، يعني الذي يعرف بأن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر، الذي يعرف بأن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الذي يعرف بأن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كيف يغفر عن ذكر الله؟ طيب ناخد المنوفية بقى عشان ما يزعلوش مننا. المنوفية أهلا وسهلا. أستاذ أحمد من المنوفية أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ الدكتور طارق العالم القدير. يا أهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يحفظك. الله يخليك يا فندم. يعني أهلا بحضرتك وبضيفك الكريم الأستاذ الدكتور مجدي. الأستاذ أحمد عبد المجيد معانا؟ أيوة أستاذنا، إزي حضرتك؟ أهلا أهلا وسهلا بالغالي، ربنا يحفظك. ربنا يعزك يا فندم ويحفظكم جميعا. ربنا يبارك في عمرك يا حبيبي، اتفضل. الله يخليك معالي الدكتور. بصراحة الدكتور مجدي منور القناة. الله يسترك الدنيا. يعني بهذه البشاشة والإطلالة الجميلة اللي بتطلع علينا بيها. ربنا يجبر خاطرك عليك دنيا. بصراحة يا سيدي الفاضل البرنامج جميل ورائع. ما شاء الله ما شاء الله. وطبعا الدكتور مجدي طبعا يعني اذا ما كنا نعلم اسلوب راقي جدا، انا شخصيا بحس ان كلامه نابع من قلبه. يا رب يرضى عليك دنيا. دي حقيقه فعلا يعني بدون اي مجامله. الله يرضى عليك. وهو دكتور متمكن في توصيل العلم والمعلومه. الله يرضى عليك، يحفظك يا رب. بجد ده واقع، مدرسه كلنا بنستفيد منها. الله ما شاء الله، ربنا يحفظك. العلم يا 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 استاذنا يا استاذ الدكتور، العلم اللي فيه غذاء الروح وثقافه للعقل. امين يا ما شاء الله حقيقي. يعني مش عاوز اطول، انا اسف على الاطاله، ربنا كده يرزقنا ان شاء الله حضراتكم الاخلاص والقبول. امين. وطبعا الشكر كل الشكر موصول لاسره البرنامج والقناه، ربنا يحفظك. قناه الصحه اللي هي يعني بتفيدنا وتمدنا بكل ما هو جديد وجيد. الله يعني انت بتدينا درس ولكن لا لا ده حضرتك الاستاذ الاعلام الكبير طبعا، ربنا يكبر خاطرك. حقيقي يعني ربنا يكبر خاطرك. وطبعا دعوتنا لمصرنا الحبيبه الغاليه عنا كلنا بالتوفيق دايما، ربنا يحفظك ويحفظ احنا مصر. احنا اتشينا وكان مع الدكتور والله اضافه الكريم، ربنا يبارك في عمرك. الاستاذ احمد عبد المجيد اذاعه القران الكريم اللي دايما يعني لا غنى عنها، شكلت وجداننا على مدار حياتنا وتربيتنا، وانت امتداد لهذه الاذاعه الرائعه الجميله، عشان كده يخرج منك الكلام الطيب الجميل ده. الله يخليك يا فندم، ده احنا اللي متشكرين جدا والله، بتمدنا بالبرامج الطيبه الجميله دي فعلا. تحياتنا. ربنا يكبر خاطرك يا حبيبي ويحفظك. تحياتنا للمنوفيه، اهل العلم واهل الدين، ربنا يبارك فيك. تسلم لنا تسلم لنا. ويعني لو كده ممكن يبقى في عرب النهار ولا حاجه يعني، برضو جموع الناس تستفيد كده كده يعني، يا ريت لو ان شاء الله نشوف نرتب مع القناة الإعادة ونرفعها لكم إن شاء الله. حاضر بإذن الله. تحياتي، ربنا يحفظك. تفضل يعني. من الناس الجميلة إذاعة القرآن الكريم والمتابع الجيد لحضرتك والمحب يعني لكلمات حضرتك الرقيقة الجميلة يعني. نساؤكم من أهل الجنة الودود، تملأ البيت بهجة، تملأ البيت فرفشة، تحول النكد إلى سرور. وهنا السؤال الجميل، كيف يتحول النكد إلى سرور؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يتحول التعصب ويتحول الإشكال ويتحول النكد إلى سرور وإلى بهجة. الله، ادفع بالتي هي أحسن. امرأة كانت هي وأم زوجها في شجار مستمر، هي وحبتها مش عارفين يتأقلموا مع بعض ونكد مستمر. فأعوذ بالله سول لها الشيطان، قالت خلاص يعني تريد أن ترهقها صحيا بدنيا. فقالت لأحد زملائها في المستشفى،
يعمل لي أي خلطة يعني تهدها صحيا، ما بهذا المعنى يعني. فعمل خلطة جميلة جدا فيها العسل، قال لها أقنعيها إن ده فيتامينات مفيدة ولازم تاخد منها معلقة كل يوم صح. وفي خلال 3 شهور هتشوفي الإيه. فعلا بدأت كل يوم تقول لها يا ماما ده دي يعني مفيدة وفيها فيتامينات، وأخذت كل يوم تعملها معاملة جيدة حتى تقبل منها. الحاج رجب من الأقصر وده صديق القناة وقاعد سهران مخصوص عشان يكلم حضرتك. طيب أهلا صديقنا الحاج رجب، أهلا وسهلا. تحياتي ليكم وتحياتي للشيخ وتحياتي لفريق الإعلام المحترم بصراحة وجميع مشاهدينكم. أهل الأقصر الكرام الجمال. الله يبارك فيكم، يعني صراحة أنا صح وجمال دي عاملة شغل حلو وفي الصعيد عندنا. أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيكم في أهل الصعيد. ربنا يبارك فيكم وفي ضيوفكم وفي كل القناة بصراحة. أنت إيه اللي مسهرك لغاية دلوقتي يا حاج ناجي؟ والله بطل اللي جيتكم أنتم بصراحة النهاردة سهرانين. حاج رجب. نعم. يعني أنت سهران سهران معانا يعني ومسهرينك احنا. والله سهران معاكم بصراحه لان الحلقه جميله بصراحه، يعني فضيله الشيخ حاجه حلوه بصراحه. ربنا يستر، ربنا يكبر خاطرك. عاوز اسال سؤال بالنسبه للسحر والحسد. ايوه، السحر والحسد وهم ولا حقيقه؟ سؤال جميل. حاضر 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 يا حاج، الجدل تعبوني في السنه. حاضر نجاوبك. حاضر حاضر. تسلم لي تسلم لي. ربنا يحفظك استاذ رجب ويبارك فيك، وتحياتنا لاهل الاقصر واهل الصعيد كلهم. ان شاء الله نجاوب على السؤال الجميل ده بعد ما انتهي من هذه اللمحه الجميله. عندنا موضوع السحر ده نقوله للحاضر. فبعد حوالي اسبوعين قعدت تديها 3 شهور اسبوعين تديها العسل ومعامله جيده وهي تظن انه ده بيهدها. نعم. فبعد اسبوعين فحمتها بقت حلوه قوي معاها، وتوصي ابنها تقول له ده لازم ده بتحبني قوي، ده معاملتها جميله ليا، ما تزعلهاش، ولو زعلها تروح واقفه له. وبدات تبقى حاجه تانية. فراحت لزميلها ايه قالت له الحق بقى شوف لأي حاجه تبطل الموضوع ده لان بقت حلوه قوي معايا. قال لها ده عسل عادي، انا كنت بعمل كده عشان عارف ان انت هتبقى حلوه معايا، استمري على كده وهي تبقى حلوه معايا. الله. الله. يعني هو صلح البنت دي من غير ما يدري. يعني يتحول النكد لسرور. ادفع بالتي هي احسن. الله اكبر. فاذا الذي بينك وبينها عداوه كانه ينعم. والرسول عليه الصلاه والسلام فسرها وعلمها التي اذا اغضبت. بس يا دكتور يعني بيجي الراجل بيتغابه، معلش برضه انا يعني بيتغابه بيشد يخش يشخط ويزعق بسبب ضيق الاحوال. يعني علاجها سهل جدا. الزوجه برضه غصب عنها حملها كبير والعيال والدنيا. علاجها سهل جدا. نعم. جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا اذوق غمضا حتى ترضى، والذي خلق السماوات والارض. اذا تقوم بالعمل الذي امر به النبي عليه الصلاه والسلام جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها. هذه الملامسة الله تبارك وتعالى بيجعل فيها بركة غير عادية. يذهب الشيطان. عايزة صبر. إذا تصافح المسلمان تساقطت ذنوبهما. خلاص، مع المشاكل بسبب الذنوب. فإذا تساقطت الذنوب زالت. يعني هي دعوة من حضرتك إن هي دايما تبدأ حتى الرسول ولا تقابل غضب زوجها لا لا بغضب لا. منها ولكن صبرا عليه تتساقط. وهذه اللمسة الجميلة. نعم. منها تحول كل النكد الى سرور. الله اكبر، والله يكتبها من اهل الجنه. ما شاء الله يكتبها من اهل. نعم. الجنه. لا هي دي يا دكتور بقى. لان الموضوع الاولاني صعب. نعم. لما نديها الجايزه يمكن تشتغل على نفسها شويه. نعم. يعني هي بصبرها على زوجها الغاضب الشديد ده الله يكتبها بذلك من اهل الجنه. الله اكبر، ربنا نساؤكم من اهل الجنه. والحديث في السلسله الصحيحه رقم 176. ما شاء الله. ونساؤكم من اهل الجنه الودود العؤود على زوجها. نعم. يعني ايه العؤود على زوجها؟ المحبة لزوجها، مطيعة له، سكن له، دواء له، مسامحة له. الله أكبر دكتور. الله. نعم. الحسد والسحر. الحسد سبحان الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه. نعم. سبحان الله، يعني الإنسان ممكن يحسد نفسه. الإنسان يحسد نفسه. إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو في ماله أو في أهله فليبرك. يدعو الله بالبركة. نعم. اللهم بارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله أكبر. نعم، مطرنا بفضل الله ورحمته. يبقى ينفع الواحد يحسد نفسه. فماذا نفعل؟ التحصن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة رضي الله عنها أن تسترقي بفاتحة الكتاب والمعوذات دائما. طيب الناس اللي مش واخدين بالهم
من موضوع العين. النهاردة ربنا أراد، لأن ربنا هو اللي قال في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. كل كلمة بتقراها في القرآن زي ما ربنا قال في القرآن ومن شر حاسد إذا حسد. كلمة إذا، عندنا كلمة إن ولو وإذا. إن يعني ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، ممكن ما يحصلش. لو يعني حرف امتناع الامتناع، لكن إذا لازم يحصل، ده شيء متحقق. فالحسد لازم موجود يحصل في الأمة لا محالة. نعم. طيب النهاردة ربنا أراد للإنسان بهذه التجربة الجميلة، جاء إنسان مشهور عنه الحسد وجاءه بلوح زجاجي كبير أمامه وأخذ ينظر إلى هذا اللوح فترة ساعات بتركيز حتى تكسر هذا الزجاج. ثم جاءه بشخص آخر خلف جدار وهو يركز عليه وخلف الجدار حتى أغمي عليه، يعني من وراء الجدار. في النهاية الإنسان النهاردة اكتشف إن العين بيخرج من، صحيح أنا أرى الأشياء من انعكاس الضوء من عليها، ولكن أيضا يخرج من العين إشعاعات لا ترى، الله، غير مرئية. ومن هذه يعني العين تنظر نظرة رحمة والعين تنظر نظرة الحسد. طيب إحنا معنا محمود من أسيوط. نعم. وبعدين نكمل عن السحر بقى. تمام. أستاذ محمود من أسيوط اتفضل. السلام عليكم. مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يكبر خاطرك ويحفظك، أهلا وسهلا. الله يخليك. دلوقتي يا فندم أنا زوجتي بتعاملني وحش، بتعاملني مش كويس. نعم. معايا فضيلة الشيخ؟ أيوه سامعك يا أستاذ محمود اتفضل. فهي زوجتي ماذا يفعل؟ بتعاملني مش كويس، ما بتعاملنيش كويس دلوقتي، فمش عارف إيه الحل معاها يعني. طيب خليها تقعد بقى جنبك دلوقتي وتسمع الكلام اللي هيقوله الدكتور مجدي. ماشي. خليها تقعد بقى دلوقتي كده، ربنا يهديها يا رب. بسم الله. يا رب يهديها يا رب. ربنا يحفظك ويحفظ اهلنا في اسيوط كلهم. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نحفظ ان لكل فعل رد فعل. وزي ما شفنا هذه المرأة اللي مش لاقية من حماتها ريق طيب، ولا شايفة منها كلمة طيبة، وحماتها بتعاملها معاملة سيئة. هي عملت إيه؟ توددت إليها وجابت لها العسل، بغيت إن هي تهدها، ولكن لم يكن فيه شيء غير إن هي لما صلحت معاملتها ربنا أراد. بمعنى إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام انظر ثلاثة ضامن على الله، الله أكبر، ربنا بيضمن له سعادة الدنيا والآخرة. سعادة الدنيا والآخرة منها رجل دخل بيته بسلام، يعني أول لحظة من الرجل يعني أدخل البيت بالفرفشة. هو بيشتكي دلوقتي إن هي بتكلمه. حاضر أنا هدخل وبتعامله. وأنا داخل هجيب العبء عليها دكتور. حاضر وأنا داخل البيت بالفرفشة. نعم. وأنا داخل البيت بالحلاوة والهدية والكلمة الطيبة 100% يكون رد هذا الفعل مردود جيد. نعم. وبدون الاستعجال، كما بالحديث العجلة من الشيطان ما استعجل، والتؤدى خير في كل شيء. بمعنى قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. قوله تعالى يتلى فعل مضارع يفيد الاستمرار. فمن هذا الرجل الذي يجعل في بيته تلاوة القرآن والسنة دائما، يكون يدخل البيت بالهدية ويدخل بالابتسام ويدخل بالأذكار ويجمع أهله ويقرأ عليهم القرآن والسنة. من يفعل ذلك 100% يمتلئ بيته بالملائكة، يمتلئ بيته بالرحمة، والابتسامة حتى وإن كانت صناعية تذهب الشيطان. طب ده هو هيقوم به إذا قام بهذا بإذن الله سبحان بإذن الله تبارك وتعالى يجد الريق الطيب من زوجته. لا طب احنا برضو اما لزوجته الله اكبر فلا اقتحم العقبة وما ادراك. الله تبارك وتعالى من رحمته جعل بيني وبين الجنة شيء لازم اتخطاه. نساؤكم من اهل الجنة الودود، يعني مهما كان زوجها مقصر برضو بتفرفشه. تاني يا دكتور. ايوه يا دكتور ايوه. الودود. نعم. هي فرفوشة. هي مصدر البهجة. هي مصدر الفرفشة. شوف ازاي العقود على زوجها، يعني
تحب زوجها لأن ربنا أعطاها وتطيعه ولا تختلف معه، سامحه، حاضر حبيبي حاضر حبيبي، وتعود إليه في كل شيء، إيه رأيك أبو فلان في كذا، إيه رأيك، يعني ما تعملش حاجة إلا لما تتشاور معاه أن المشورة قد جعلها الله رحمة لأمتي، فمن تشاور منهم لم يعدم رشدا. بمجرد ما تقول له إيه رأيك أبو فلان خلاص، يعني لو عايزة جنة يا دكتور، الله أكبر، لو محتاجة الجنة وعايزة الجنة تشتغل على نفسها، تتخطى الحجب. نعم، تتخطى. حجبت الجنة بالمكاره، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، لابد أن نتخطى هذا الحاجز. صحيح هو مثلا هو اللي بيكشر، هو اللي لا، أتخطى. التي إذا أغضبت أو سيء إليها جاءت تريد الجنة، جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أدق غمدا حتى ترضى. هي تقصد، هي تنوي، هي تهدف، تستهدف رضاء زوجها. طب هذا الاستهداف لرضاء زوجها سوف تتخطى به الحواجز. نعم، فلا اقتحم العقبة. احنا دكتور الحقيقة هذه العقبة لماذا؟ حتى نؤكد بأن حب الله تبارك وتعالى أحب إلينا من أنفسنا، الله فيكتبنا الله من أهل الجنة. احنا نقول لها بقى، والأستاذ محمود سامعنا وهي سمعانا ان شاء الله، ربنا يا رب نتعاهد من الان، نتعاهد عايز الجنه. نعم، تشتغل نعم كويس قوي، وتخلي بالك من محمود، وكل اللي سامعنا تخلي بالها من ازواجها، من زوجها، لانه لو عايز الجنه لازم يبقى جوزك او زوجك راضي عنك. وكذلك نتكلف الابتسام حتى وان كان صناعي يذهب الشيطان. احنا دكتور معانا 7 دقائق وعندنا لسه قصه البستان، ومعانا علي من سوهاج. الله اكبر، نحلها ازاي يا دكتور؟ نبدا ناخد سواج الاول. استاذ علي اتفضل. محدش يقدر ما نقدرش نتاخر عن اهل سواج ابدا. مرحبا، اهلا وسهلا. لو سمحت، بالنسبه يعني حته الحسد والعين والتوييب كتير، هو الواحد بيتوب وعينه بتدمع، بيتوب وعينه بتدمع، و بعض الرؤى والمنامات يعني بتبقى مش كويسه، رغم الواحد مواظب على الصلاه واذكار الصباح والمساء. حاضر. و وعاوز افتكر الحديث لو قاله لي الشيخ، يعني اي ايام امراه طلب الطلاق من غير زوجها لم تشم رائحه الجنه، وايام رجل تخبخب الى امراه، بس ما افتكرش الحديث، لو فكرنا به الحديث. نعم، الشيخ. طيب، حاضر حاضر حاضر. وعلاج العين والحسد، بارك الله فيك. حاضر يا حبيبي، اتفضل. شكرا، بارك. نعم، الله فيك، وبارك الله في الشيخ. ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله سبحانه وتعالى برحمته خلق السحر والحسد وهذه الاشياء حتى يساعدنا سبحانه وتعالى أن نتوجه إليه. نعم، الله يحب أن نتوجه إليه. نعم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل هذه الاختبارات حتى نجد في الإقبال على الله عز وجل. فلذلك شيخ بن جبرير يقول كلمة جميلة، إن قراءة سورة الفاتحة 7 مرات. نعم، وقراءة سورة قل هو الله أحد المعوذتين 3 مرات بعد كل صلاة للمعيون بإذن الله تكون له علاج، وكذلك تكون وقاية. نعم، هذه وقاية وعلاج. كذلك المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس، فيعني أعوذ بالله، حرام عليها رائحة الجنة. لكن لماذا يكون الرجل بأس لها؟ لماذا؟ يعني قال الله تبارك وتعالى ويرضين بما أتيتهن كلهن، لماذا لا يرضي زوجته؟ لماذا يشكل عليها الضغط أو يشكل عليها البأس؟ نعم، والتورية من الإيمان. حتى قال ابن حجر في شرح الحديث رواه البخاري في صحيح المفرد، قال والتورية نصف الأدب. الله أكبر. نعم. وعشان الوقت، حضرتك بتقول لنا باقي 3 دقائق، ناخد قصة مهمة جدا في حلقة اليوم. قبل السؤال، قصة قصيرة. شاب كان يبحث عن عمل، فوجد بستان وبجوار هذا البستان مسجد، فقال أنا أصلي الظهر في هذا المسجد وثم أسأل عن عمل في هذا البستان. صلى الظهر ثم دخل البستان يسأل عن عمل له، فإذا بالناس في ساعة من الراحة يعني، فجلس ينتظر تحت الشجرة، فإذا برمانة لا تحت الشجرة، فنظفها وهم أن يأكلها، فقال لا حتى يستأذن. فبعد ما الناس انتهت من الراحة، وجد بعض العمال، فقال أنا جئت أبحث عن عمل، وكذلك وجدت هذه الرمانة تحت الشجرة، فبستأذن
هل يعني أكلها ولا لا؟ أكلها ولا فأعجب هذا الرجل من أمانته، فقال حتى أستأذن من صاحب البستان. ذهب لصاحب البستان وأخبره بذلك، قال ائتني به. فجاء إليه قال أهلا وسهلا يا ابني، أنا يعني أسمح لك تأكل الرمانة، وكذلك من غد إن شاء الله تعمل معنا، ولكن بشرط. يعني كل الرمانة ومن بكرة تبدأ شغل؟ آه. بس ليه شرط؟ ليه شرط؟ نعم. قال له ما هو الشرط؟ قال له تتغدى معنا وتتزوج بنتي. الله. قال له أتغدى معاكم ده كرم كتير، ولكن أتزوج بنتي يعني كرم زيادة. قال له بس خد بالك بنتي يعني عمية وخرصة وطرشة ومكسحة. يا نهار أبيض. فسكت. قال له ها؟ قال له موافق. قال له موافق؟ قال له موافق. ماذا دار في خاطره؟ هو قال أنا أكون في خدمتها. نعم. أكون في خدمتها ابتغاء مرضاة الله. فقال طيب، بعد الغداء وشرب الشاي قال له يعني اذهب إلى أهلك وادعوهم، وبعد العشاء يعني نعقد القران وكذا. فعلا بعد العشاء عقد القران، وبعدين قال يعني ادخل على زوجتك في هذا الباب. ففتح الباب فإذا بالعروس يعني من أجمل نساء العالم، ملكة جمال العالم. فقال أنا آسف، أين العروسة؟ قال أنا العروسة. لا بتتكلم. قال يعني أبوك قال يعني أنك؟ قالت نعم عمي، لا أنظر إلا للحرام، ولا أمشي للحرام، ولا أتكلم بالكلام، ولا أتكلم إلا بما يرضي الله. الله. فسجد لله تبارك وتعالى شكرا. وكان أول مولود ليهم مين؟ الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه. إيه الخير اللي ربنا أعطاه له؟ هو نوى أن يكون في خدمته، يعني ويكون سببا في سعادة اللي بيكون في خدمة زوجته. أي واحد ينوي وبنية من قلبه إنه أن ربنا يجعله سبب في سعادة أهله، الله يكرمه دنيا وآخرة. طب دكتور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم حيث لا يحتسب. ربنا يحفظه. نعم. احنا عايزين بقى نقول النهاردة احنا نورنا التفكير، نورنا السلوك، نورنا المعاملات. عايزين بقى نلخص الكلام ده بسرعة كده قبل ما نختم. طيب قبل السؤال، قبل السؤال، طيب سؤال الحلقة الماضية كان كيف نعرف قيمة الأشياء؟ نعم. تقول لنا بقى حضرتك كيف نعرف قيمة الأشياء؟ ما هو احنا جالك الحقيقة كلام كتير، وعرفت ان حضرتك في ناس جاوبت وبعتت لها الكتاب هدية. تمام. على الرقم اللي ظاهر على الشاشة. كيف نعرف قيمة الأشياء؟ نعم. بقدر ما يحقق هذا الشيء المقصود من صناعته بقدر ما يكون له القيمة. نعم. إذا قلت مثلا القلم بقدر ما يكتب جيد بقدر ما يكون له القيمة، الثلاجة بقدر ما تثلج جيد. نعم. نعم. بقدر ما يكون لها القيمة. كل شيء بقدر ما يحقق الهدف من صناعته بقدر ما يكون له القيمة، وأنا كإنسان بقدر ما أحقق الهدف الذي خلقت من أجله بقدر ما يكون لي القيمة. هو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله. كل شيء أعمله في رضاء الله يكون سبب في رفع قيمتي عند الله سبحانه. سؤال النهاردة يا دكتور بدون الملخص. لا طيب. ونقول الملخص. طيب ملخص حلقتنا اليوم أن نضيف، كما أن الناس ترى يعني النهضة العمرانية أنها نعم من الله وأنها التطور كل هذا جيد، نضيف هذا البعد الجميل وهذه الحقيقة الرائعة أن هذه النهضة العمرانية حتى تنبهنا أن نستعد للقاء الله عز وجل. تمام. كذلك في تنوير السلوك، النظافة مما نراه ومما لا نراه. نعم. وكذلك في تنوير المعاملات. كيف يكون الزوج له القيمة عند الله؟ نعم. وكيف تكون الزوجة مكتوبة من أهل الجنة عند الله؟ أن كل منا نتقي الله إيه فلا. نعم. وكذلك من فضل الله تبارك وتعالى هذه القصة البسيطة بتوضح إنه كل من نوى. نعم. أن يكون سببا في سعادة أهلي الله تبارك ويكرمه. أما سؤال اليوم بإذن الله، سؤالنا النهاردة كيف نحول النكد إلى سرور؟ يبقى سؤال النهاردة كيف نحول النكد إلى سرور؟ دكتور مجدي أنا سعدت جدا بوجودي مع حضرتك النهاردة، والحلقة الجميلة الرائعة اللي كانت بعنوان فبذلك فليفرحوا اللي اتكلمنا فيها في حاجات رائعة، وإن شاء الله حضرتك مش هتحرمنا من لقاءات ولقاءات، وموعدنا السبت القادم إن شاء الله في لقاء جديد مع برنامج قرآنا يمشي. سعدت بوجودي مع حضرتك النهاردة. أعزائي المشاهدين يعني كنا نتمنى الوقت يطول أكتر، كلامنا مع الدكتور مجدي ما بيخلص، ولكن وعد باللقاء مرات ومرات.
كل سبت بعد منتصف الليل إن شاء الله تنتظرونا برنامج قرآن يمشي. حتى نراكم الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.